مشاهدينا دائما نهتم بأطفالنا أكيد في عالم الترفيه، إقامة الحفلات وأيضا أن نأخذهم للعديد من المقاهي والمطاعم، وأيضا نهتم بأفكارهم ومشاركتهم في المسيرة التنموية داخل دولة الإمارات، دولتنا الحبيبة اللي تهتم بكل فرد من أفراد المجتمع، حيث أنشئ البرلمان الإماراتي للطفل. هي خطوة ذكية ورائدة في مجال عالم العناية بجيل المستقبل، البرلمان اللي يتكون 40 عضو من جميع إمارات الدولة. طبعا أكيد مشاهدينا الأخذ بعين الاعتبار أن الأطفال يشكلون أكيد نسبة وجزء لا يتجزأ من مستقبل دولة الإمارات، لذلك مشاهدينا هذه المنصة تدعم فكرة وجود التوازن بين الذكور والإناث، وبتشكيل المجلس الوطني الاتحادي يتراوح أحمارهم بين 10 إلى 16 سنة، من بينهم عضو أصحاب الهمم يمثلون أيضا أطفال الإمارات. للمزيد معنا الآن في الاستوديو رئيس البرلمان الإماراتي مثايل بنت محمد الصريدي. صباح الخير مثايل. صباح النور والسرور، أنا جدا سعيدة أن اليوم متواجدة وياكم. أسعد. وفي البداية أحب أشكر أمي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها اللامحدود للطفل الإماراتي. شكراً وتسلمين على تواجدك اليوم معنا. وأيضاً مشاهدينا معنا في الاستديو سعود سالم القايدي. صباح الخير سعود. صباح النور السرور. صباح الخير. أول شيء حاب نشكركم على استضافتكم لنا بهذا اليوم الجميل، وحاب نشكر بعد أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها للبرلمان ولجميع الأطفال وتركيزها الكثير للأطفال. وإحنا نشكركم أنكم أنتم متواجدين تدعمون فعلاً هذا الدعم المقدم لكم. لكن ذكرونا بالبرلمان الإماراتي للطفل، شو هو أصلاً هذا البرلمان للناس اللي ما تعرفه؟ البرلمان الإماراتي للطفل متكون من 40 عضو من جميع أنحاء الدولة، وطبعاً نحظى بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، طبعاً ما قصرت في دعمنا، يعني نحن واجبنا أن نوصل صوت الطفل الإماراتي لصناع القرار، نشارك في وضع القرار، أن نكون جزء لا يتجزأ من جيل قادر أنه يكون يعني خادم في المستقبل. أكيد مثل ما قلتي نوصل صوت الطفل الإماراتي سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها. سعود أنت عضو أيضا في هذا البرلمان، شو المسؤولية اللي تحس فيها خاصة بعد تواجدك في هذا البرلمان وأنتم ما شاء الله يعني تقريبا 40 عضو متواجد؟ نعم، أول شيء من حقي كعضو في البرلمان أن أشارك رأيي بكل أريحية مع المسؤولين لنناقش عن القضايا التي يواجهها الأطفال ونسعى على حلها أنا والأعضاء في البرلمان إن شاء الله. لكن مثايل شو هي أفضل أو أبرز الصفات اللي يجب أن يتمتع فيها الأشخاص أو الأطفال المشاركين في هذا البرلمان؟ الطفل الإماراتي علشان يحظى بعضوية البرلمان الإماراتي للطفل لازم يتحلى بأول شيء هي المسؤولية، ولازم يكون يعني يحب وطنه ويكون عنده الولاء للوطن ويقدر جهودهم، يحب الطفل الإماراتي، يسعى أنه يوصل تطلعاتهم، يجب عليه أنه يكون متحدث ويصبر ويحترم الآخرين، متحدث بآرائه وأفكاره، هذا الشيء المطلوب علشان يوصل تطلعات الأطفال وآمالهم لصناع القرار. صحيح. هذا الشيء المطلوب في البرلمان الإماراتي للطفل. سعود من بداية مشاركتك كعضو في هذا البرلمان الإماراتي للطفل إلى يومنا هذا، شو الصفات أو شو الأشياء الحميدة اللي اكتسبتها؟ أول شيء بخصوص هذا الشيء في جائحة كورونا، طبعا ما قدرنا نحضر عند مجلس الوطن الاتحادي فكل شيء كان أونلاين، والحمد لله أخذنا العديد من الدورات الجميلة مع البرلمان، يعني مثلا أخذنا عن دورات عن التنمر، دورات عن تنمية شخصيتنا القيادية، دورات عن البروتوكول والإتيكيت، فهذه الأشياء نمت مهاراتي القيادية والفكرية. فالحمد لله احنا مستمرين ويا البرلمان وان شاء الله نرفع اسم دولتنا ونساعد الاطفال في حل مشاكلهم ان شاء الله. ان شاء الله. بما انك سعود ذكرت فكره ان الاشياء اللي كانت مثل ما نقول افتراضيه او اونلاين، هل ساعدتكم اكثر او دعمتكم اكثر علما بانها تقدر توصل الى شريحه اكبر من تواجدكم انتم في المنصه، او انها افضل ان تكونون متواجدين مع بعض في المكان؟ الفرق ما في فرق بين اونلاين ولا حضوري، لأن المجلس الأعلى للأمة والطفولة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دعمتنا بكل شيء، الدورات المكثفة والندوات اللي يعطونا إياها، اللي نقول نقدر الواحات اللي نعبي عن رأي يعني نبدي برأينا، هذا شيء يعني جدا كبير، فنحن نقدر نستثمرها استثمار صحيح علشان يعني نسوي دورنا ونبرزه ونمارسه بكل دقة في البرلمان، عشان العضو الموجود في البرلمان الإماراتي يؤدي دوره ومهامه بالشكل المطلوب. صحيح. فهذا الشيء اللي يثنى عليه. سعود أيضا كعضو في هذا البرلمان، شو الفعاليات أو المشاركات اللي تقدمونها وتحسون فعلا أنها خدمة الطفل الإماراتي داخل دولة الإمارات؟
بخصوص المشاركات، اول شيء احنا مركزين اكثر شيء على حقوق الطفل، ان ماخذين دورات عن حقوق الطفل وحمايته، ان لازم على كل طفل في دوله الامارات ان يعرف قانون وديمه وكيف انه يقدر يحمي نفسه بهذا القانون. يعني انا اظني سمعت ان اي طفل يوصل دوله الامارات يكون على ارض دوله الامارات ينطبق عليه قانون وديمه اذا تعرض لاي عنف او شيء. ايضا مثال ذكرتي في بدايه الحديث ان هذا البرلمان او تواجدكم في هذا البرلمان يسعى الى دعم الاراء المقدمه لكي تصل الى مكانها الاصلي المطلوب. كيف من الممكن لبعض النشاطات انها تدعم فكره وصول ارائكم الى مثلا القاده وتطبيقها على ارض الواقع؟ في البدايه كل طفل موجود على دوله الامارات يعرف حقوقه وواجباته. البرلمان الإماراتي لما رشحت الأعضاء الموجودين فيه يمارسوا حقوقهم كأطفال موجودين في البرلمان. شو حقوقهم؟ لما بيبدأوا برأيهم، بيعطوا دوامة أفكارهم، بيشجعوا، بيوصلوا صوت الطفل الإماراتي، هذا بحد ذاته يعني حق من حقوقهم اللي هو حق الطفل، حق المشاركة. هذا الشيء يعني جدا كبير وعظيم، ومن خلال البرلمان الإماراتي للطفل بينموا بيمارسوا حقوقهم وواجباتهم على أرض الواقع. يعني يفهموا هم عندهم حقوق وعندهم واجبات، كيف يمارسونهم على أرض الواقع من خلال هذه المنصة بينموا هالأشياء كلها. صحيح. يعني سعود مثال ذكرت المميزات والإيجابيات اللي تحصلون عليها من خلال مشاركتكم في هذا البرلمان، كيف تشجع أخوانك خواتك زملائك وأيضا أصدقائك في المدرسة أن يشاركون في البرلمان ويصبحون أيضا أعضاء فعالين في مجتمع دولة الإمارات؟ أول شيء إذا كل شخص عنده طموح وهدفه بيوصل له لازم ما يوقف، لازم يسعى حق طموحه وهدفه. والحمد لله دولة الإمارات وفرت لنا جميع الأشياء المتطلبات اللي يمكن تساعدنا في الحاضر وفي المستقبل، والحمد لله من دعم من أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ما ناقصنا شيء، بس بالهم هم بروحهم، يعني من دعم من أهاليهم، من دعم اللي زملائهم اللي صوبهم، إنه بس يرفعوا اسمهم إنه يشاركوا بهذه الأمور يعني عشان تفيدهم. صحيح. أيضا إحنا كلنا عارفين أن الدولة لما تقيم بعض من هذه المبادرات دائما ما يتطلعون للأطفال اللي هم مدعومين أكثر في الجانب الدراسي، يكون درجاتهم عالية، قادرين هم يمثلون الدولة بالطريقة الأفضل. كيف من الممكن أنكم أنتم في هذا المجلس تدعمون باقي الأطفال في مسيرتهم التعليمية عشان يقدرون هم يتواجدون معكم في هذه المنصة؟ نحن مهمتنا في البرلمان أن نوصل صوتهم، فنحن لما نوصل صوتهم ندعمهم ونخليهم يتكلمون أكثر عشان نمثلهم التمثيل الصحيح في البرلمان الإماراتي للطفل. بعد ما نخلص من البرلمان الإماراتي للطفل نحن نبقى يكون هذا البرلمان صدد عالمي، فنشارك في البرلمانات الأخرى. ومن أبرز هالمشاركات شاركنا ويا البرلمان المغربي للطفل علشان نتبادل الخبرات والتحديات اللي واجهتهم، بحيث إذا واجهتنا نكون قادرين على تصدي هذه التحديات والمشاكل. سعود بما أن مثال ذكرت الأشياء اللي تقدروا تغيرونها في المجتمع وخاصة في الطفل الإماراتي، شو الأشياء اللي تحس أن أنت غيرتها في أهلك، في أخوانك، حتى في زملائك في المدرسة؟ أول شيء في أخواني حاولتني كثر ما أقدر أني أخليهم يشاركوا بالأشياء اللي أنا نفس اللي أنا شارك فيها. يعني مثلا في المدارس خليهم يسيروا يشاركوا مع المدرسة، يسيروا منتديات، يسيروا أمور أن هم عندهم هذه القدر أن يعني شخصيا يستثمروها، نعم، أن ينموا من مهاراتهم دام أن عندهم هذه المهارات. فالحمد لله ما مقصرين فيهم ونحاول ندعمهم دائما إن شاء الله. لكن أيضا شو هي، هل واجهتكم مشكلة عملتوا أنتوا على حلها، أو شو هي أبرز المشاكل اللي من الممكن تواجه مثل أطفال في مسيرة تعليمهم وغيرها من المشاكل ليس في داخل الدولة فقط حتى مع خارجها؟ لما أنت ذكرتي أنكم تعاملتوا مع مجالس أخرى برا، شو هي أبرز المشاكل اللي ممكن أن تواجه الطفل أنتوا عملتوا على حلها أو تسعون للعمل إلى حلها؟ أكبر مشكلة جائحة كورونا وقفت علينا كل الأمور اللي لازم نسويها في البرلمان الإماراتي للطفل. من دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك سعت جاهدة أن البرلمان ما يوقف، يكمل كل مهامة. فنحن يعني من تعاقدنا مع برلمانات أخرى عشان نحن نستفيد منهم، فيعني قدمنا كل الإمكانيات اللي عندنا علشان أن البرلمان الإماراتي للطفل يحظى بصدد. وبعد احنا نمثل، يعني ما نمثل احنا مسؤوليتنا، احنا كاعضاء ما نمثل نفسنا، احنا نمثل كل طفل اماراتي، كل طفل اماراتي، كل صوت موجود في هذه الدوله. فنحن هذا من واجبنا، نسعى ان ناخذ دورات ورشات مكثفه عشان نحن نطور من مهاراتنا وقدراتنا ونمثل العمل البرلماني بكل تشريف وبكل ادقيه وصحيح.
فعلا سعود، جائحة كورونا والتعلم عن بعد وأيضا مشاركتك في البرلمان، كيف قدرت تكافئ بين هالاثنين، مشاركتك في البرلمان وأيضا تكون متفوق وناجح في دراستك، خاصة أن أصبحت عن بعد وما تروحون المدارس، يمكن صارت عليكم بشكل أصعب وصارت المسؤولية على عاتقكم بشكل أكبر؟ أول شيء هذا الشيء يمكن يأثر علينا بشكل بسيط، ولكن الحمد لله البرلمان وفر لنا كل الأمور، يعني بحيث انه ما ناثر لا على دراستنا ولا على البرلمان، ان احنا نبذل كل جهدنا وهنا نبذل كل جهدنا، فالحمد لله يعني ما حسنا في شيء ناقصنا لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف، كل شيء متكافئ والحمد لله نفس ما هو. ذكرت في البدايه ان الكثير هناك من مثل ما نقول التدريبات والورش اللي تحضرونها عشان انتم تدعمون نفسكم، تدعمون الاطفال اللي انتم تمثلونهم، شو هي الابرز مثل ما نقول التدريبات اللي خضعتوا لها بحيث انكم قدرتوا انكم تتواجدون في هذا المكان؟ من أبرز الورش اللي قدمها لنا المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هي دورة البروتوكول والإتيكيت، دورة اللي هي خماسية القيادة الابتكارية، هذا عشان ينمو مواهبنا، وبعد علشان يعرفونا على التحديات اللي يواجهها الأطفال على العالم، من أبرزها اللي هي التنمر. نحن الأطفال كلهم من حول العالم يمارسون يعني تحديات وايد، فحرصوا البرلمان الإماراتي للطفل أن يعرفونا على ويثقفونا حوالين تحديات اللي يواجهها أطفال العالم. مثالي الحقيقة، نحن نود أن نشكرك على تواجدك اليوم معنا ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا على هذه الاستضافه، نجلا يعني شكرا. تسلمي ايضا سعود، شكرا حقيقه على تواجدك اليوم معنا ونتمنى لك التوفيق. كل التوفيق، واحنا اصلا سعيدين ان احنا متواجدين معاكم. احنا اسعد والله.